تبتسم. اسأل طبيبك. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي، وموضوعنا عن العدسات التجميلية، ما لها وما عليها، مع ضيفنا الدكتور أسامة عبد الحكيم، دكتوراه في طب وجراحة العيون، اختصاصي طب العيون عيون الأطفال في مستشفى المغربي للعيون في مدينة دبي الطبية. طرق التواصل عبر الهاتف 600-551-414، والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. إذن نرحب بضيفنا الدكتور أسامة. السلام عليكم دكتور أسامة. السلام عليكم دكتور بسام. يا الحمد لله. التجميل، معرف دكتور، التجميل يعني في البشرة، في الجلد، في مناطق معينة من الجسم، لكن وصلنا إلى العيون والعدسات. نعرف أيضا العدسات تزرع وتستخدم لتصحيح النظر، لمعالجة بعض الحالات المرضية في العيون، لكن ماذا عن العدسات التي تستخدم للتجميل دكتور أسامة؟ هي العدسات اللي بتستخدم للتجميل دي صيحة جديدة كده طلعت بقالها كام سنة صراحة يعني. نعم. وزادت كتير في الفترة الأخرانية يعني، يمكن ابتدت في فوجئنا انها من 2008-2009 يعني، مش فترة قصيرة على مدار 10 سنين وهي تواجدت وعمالة تزيد مع الوقت. كل ما الوقت بيعدي كل ما بتزيد أكثر استخدامها، عشان كده حبينا نتكلم عنها وننبه عليها. نعم. في الفترة الأخرانية في المؤتمرات لما بنحضر الأمريكان أكاديمي بقت التوصيات يعني، احنا عندنا لما بنتكلم على حاجة بنقول إن لها سلبيات وإيجابيات ويعني بننصح بعضينا، لكن النصائح في الفترة الأخرانية احنا حتى نتوجه للميديا ونتكلم معاهم عن أضرارها عشان نحاول نوقفها شوية أو نوقف اللي بيحصل منها. فدي كانت من الريكومنديشنز أو من التوصيات في الأمريكان أكاديمي الأخرانية واللي قبلها إن احنا بنتكلم عنها عشان نوقفها. نعم. هي عبارة عن عدسات جديدة طبعا، هو يعني تغيير شكل الملامح العين، احنا فوجئنا انه حاجة الناس بتحبها جدا، وكنا مستوعبينها ايام ما كان في العدسات اللاصقة اللي بتحط على العين، والعدسات اللاصقة ما فيهاش مشكلة تحطها وتشيلها وخدها في دي أبروفر، وبتختلف من الشركات ومن الألوان، ويعني أضرارها بسيطة شوية، حساسية، حاجات بسيطة متقبلة وممكن تتعامل معاها وما فيش منها ضرر نقدر نقول يعني. اما الزراعه جوه العين بقى ده اللي كان موضوع غريب جدا، لان هو احنا من فتحه صغيره، ومن الفتحه دي بندخل في حاجه اسمها قزحيه اللي هي بتدينا لون العين بتاعنا. احنا لون العين ده احنا بنتولد كلنا عينينا بتبقى زي الزرقاء ما فيهاش صبغات، ومع الوقت بتنزل الصبغه البني عليها فتبتدي يتغير اللون، من الازرق يبتدي يبقى اخضر، وبعدين الاخضر يبقى بني او عسلي، وبعدين عسلي. كل ما تنزل الصبغه الصبغة دي بتبقى ميلانين، الميلانين ده بيبقى غامق اصلا، بيبتدي يتحول اللون من اللون الفاتح للون الغامق. عشان كده ساعات الاطفال والامهات يلاقوا ابنهم عينيه خضراء او زرقاء، وبعد كده اسودت يعني او بقت بني. الصبغات دي تقعد تنزل عليها. بعض البلاد الاوروبيه عشان كميه الصبغات قليله فدايما بنلاقي انهم خضراء وزرقاء، لان كميه الصبغات اللي في الجسم كلها قليله. احنا عشان في منطقه فيها شمس كتير فطبيعه جسمنا تفر الصبغات كتير، فتبقى البشره كلها غامقه بما فيها حتى القزحية اللي هي بتدي لون العين، الصبغة بتنزل كتير عليها فبتغير اللون من اللون الأزرق للون الرمادي للون العسلي أو اللون البني يعني. فده اللي بيغير، دي المراحل اللي بيمر بيها تغير لون القزحية. وفي طرق كتير ممكن نحكي عنها، فيها أبحاث وفيها شغل، لكن هنتكلم عن نقطة بتاعتنا احنا، إن في ناس اخترعوا طريقة إن هو يعمل فتحة صغيرة ويدخل بقى حاجة لونها أخضر، لونها عسلي، لونها أزرق، بقى لون أنت حابب تركواز بقى 20 لون بقى، ويحطها فوق القزحية اللي موجودة أو فوق الستارة اللي بتدي اللون. يعني أنا الستارة بتاعتي أو اللون بتاعي بني، ممكن أجي أغطي كل اللون ده وأحط بتاع من السيليكون شفافة ورقيقة بطريقة معينة، أزرعها جوه العين وأحط له اللقطة فيتغير اللون بتاعي من البني لبقى أخضر خلاص. فعملت قزحية جديدة أو عملت شكل جديد للعين. هي دي كانت الفكرة ببساطة شديدة. هي فكرة يعني من المرحلة الأولى شكلها سهل وبسيط. نعم. لكن في واقع الامر الموضوع مش بالبساطه دي، ان انا اخش جوه عين سليمه. خلي بال حضرتك احنا دايما بنتكلم على عين سليمه ما فيهاش حاجه خالص، ما فيهاش اي مشكله يعني. نعم. نصلح النظر ونعمل الليزك، فالعين فيها مشكله، في ضعف نظر، في اتصال، في طول، فاحنا بنخش نصلح الكلام. اما انت داخل في عين سليمه وداخل جواها، واحنا كلمه داخل جواها دي مهمه جدا يعني، العين مقفوله ما فيش اي حاجه بتبقى جواها يعني، دخولها
ذو ضرر شديد جدا الا في الحاجه الشديده. فانا دلوقتي قررت ان افتحها واخش جوه اي كانت الفتحه حتى لو مللي ولا 2 مللي واخش واحط حاجه جوه. فمن هنا بقى في حاجه في مشكله ان انت فتحت جزء ربنا خلقه معقول وهتحط حاجه جواه مش لاي سبب تاني غير انك عايز تغير الشكل. يعني ما عندكش ميه بيضاء، ما عندكش مشاكل جوه العين، تضطر انك تدخل يعني. نعم يعني ما في استطباب، يعني ما في حاله طبيه او استطباب او مرض يعني. مرض لا، بل بالعكس قد يؤدي ذلك لمرض. نعم بالضبط. احنا نحكي ليه بقى العدسات دي طلعت يعني، يعني ايه اللي خلى العدسات دي انتشرت وسيست بتاعها؟ هي العدسات دي اول ما اتوجدت، اول ما ابتدت الشركات تصنعها في امريكا، كان الهدف منها في حالات معينه مرضيه اللي هم الناس اللي بتولدوا ما عندهمش قزحيه مثلا. يعني في بعض الناس بتولد القزحيه دي لم تتكون، فده بيبقى تعرضه للشمس شديد جدا، لان القزحيه دي على فكره دورها مش انها تلون العين، هي دورها زي الكاميرا كده لما بتقفل العدسه في الشمس بتقلل الضوء، فالقزحيه دي بتتوسع وبتتضيق. لما بطلع في الشمس هي بتقفل تقوم تقلل كميه الضوء اللي داخل، ثم اقدر اشوف الاشياء في الضوء الساطع. ولما بخش السينما ولا حاجه او في حته ضلمه القزحيه دي بتوسع ويزيد كميه، زي الستاره تقفل وتفتح تقفل وتفتح، يعني هي شغاله على طول طول اليوم حسب الضوء اللي داخلها يعني. فلو واحد مولود ما عندوش قزحيه بقى عنده مشكله كبيره جدا، لما بيتعرض للضوء يعني هيجن الضوء شديد جدا بيخش جوه عينه. فلما اخترعوا العدسات دي بقى لها استخدامات معينه، اللي هم الناس المولودين القزحيه مش موجوده عندهم، بعض الناس بتولدوا عندهم جزء من القزحيه جزء ثاني لم يتكون، بعض الجزء الناس بتولدوا القزحيه مثلا ثلاث ارباعها متكون، او خلقيه والضبط التحتاني ما تكونش، او واحد عمل حادثه وفقد جزء من القزحيه، عملنا له عمليه وفقد جزء من القزحيه بتاعته. فدي الحالات اللي اتعملت فيها الاستخدام العدسات الملونه دي، ان انا احاول اعمل قزحيه صناعيه احطها جوه اغطي العيب اللي موجود واعيد تاني وجود قزحيه لهذا الشخص. لكن حتى مع هذه الاشخاص برضه في مشاكل ممكن تحصل، لان انا حطيت قزحيه بس احنا هنا بنوزن الضرر قصاد الفايده. يعني انا عندي مشكله طبيه وهذه المشكله الطبيه انا بعالجها بقزحيه، فبقول والله انا ما فيش قزحيه لكن حطيت قزحيه، فانا حنيت عيني رحمته من الضوء شويه، الى جانب ان القزحيه كمان ما هياش موجوده او جزء منها اللي موجود، فبالتالي تبقى نسبه الضرر اقل، يعني نسبه المشاكل اللي ممكن تحصل هنا اقل. لكن المشكله تيجي لما انا اكون بتعامل مع شخص سليم خالص ما عندوش اي مشكله في عينيه، ما عندوش اي ضرر، والقزحيه كمان موجوده، واجي احط قزحيه ثانيه او بلاستيكه ثانيه او سيليكون ثاني فوقها، فمن هنا المشكله موجوده. يعني في اختلاف بين ده وده. فالحالات الاولانيه او استخدام العدسات دي كان معمول لحاجات مرضيه، وبعدين للاسف الناس خدوه وابتدوا يستخدموه في التجميل ويروجوا له بشكل عنيف جدا جدا. اكثر من كده حضرتك تتخيل، احنا بنشوف دلوقتي كتير بيجي لنا وبنفاجئ بيهم موجودين بشكل عنيف، ان هو يبتدي يروح للدكتور اللي عايز يغير عينيا ويروح زرع قزحيه جوه العين عشان يغير لون عينيه الطبيعي يعني. نعم، ومثل هذا التغيير الذي يعني الهدف الأساسي منه هو ناحية تجميلية قد يؤدي لأضرار بالنسبة لهذا العضو الحساس في الجسم. نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-4414 والرسائل النصية القصيرة على 4006. ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو، موضوعنا عن العدسات التجميلية مع ضيفنا الدكتور أسامة عبد الحكيم، دكتوراه طب وجراحة العيون اختصاصي طب عيون الأطفال بمستشفى المغربي للعيون في مدينة دبي الطبية. المشكلة دكتور أسامة يعني للأسف يعني ربما وسائل الإعلام وغير ذلك تروج لمثل هذه الوسائل التجميلية بدون أن تشير إلى الأضرار أو التأثيرات الجانبية. نعم طبعا. خلينا قبل ما نخش على الأضرار نشرح هي العدسات دي موقفها إيه دلوقتي أو إيه اللي حصل في المراحل. العدسات دي زي ما قلت حاجة صنعت في أمريكا، واي حاجه بتتعمل هناك بتقلل تاخد حاجه اسمها موافقه منظمه الاغذيه وال اداره الغذاء والدواء الاف دي اي. نعم فالاف دي ابروفال لسه ما خدتهاش، هي ما خدتش الاف دي ابروفال. ف ليه ما خدتش الاف دي ابروفال؟ لان لها المشاكل اللي احنا هنتكلم عنها. فهي ما زالت في مرحله البحث، ما زالت في اماكن مصرح لها انها تدرس هذا العدسات، وزي ما اتفقنا انها بتدرس على الحالات المرضيه اللي هي معموله لها الاساسيه. لما تعدي المراحل اللي هي مناسبه انها مشاكلها تتعدل طبعا الشكل بتاعها وتعدل فيها حاجات كتير وتبتدي تبقى سيف، يبتدي ينقلوا يستخدموها على
الأشخاص العاديين يعني ده المراحل. وبالتالي هي بدأت زي ما اتفقنا بتصنع بس بتستخدم برا أمريكا برا أوروبا لأن معاش أفيديا طول يعني تاني في الهند كتير جدا تاني في بعض الدول العربية تاني في الهلبان تاني في دول كتير بس كلها برا أمريكا يعني المريض بياخد بعضه بيسافر ويروح حتة تانية خالص نعم. عشان يزاحها بجنون يعني إيه اللي حصل معانا لما شفنا العدسات دي لما بيجينا العينين في عندنا مشاكل كتير جدا منها أول مشكلة قرنية اللي قدام دي لوجود الشفاف دخول العدسة جوه بيأذي القرنية جدا فتحصل عتامة في القرنية شديدة جدا تاني حاجة القزحية نفسها اللي هي راكبة فوق منها اللي هو جزء القرنية اللي بيقفل فدي راكبة فوق منه نايمة فوق منه فتبتدي تعمل له تهتك وتعمل له التهاب يبقى عنده التهاب في القزحية كمان تحت القزحية دي في العدسة اللي تحت العين فلقينا خد بالك الكلام ده احنا مش مستنتجين دي الحالات 50% وده رقم كبير جدا من الحالات اللي عملت الكلام ده احنا شفنا فيها الكلام ده 50% القزحية القرنية تلتهب القزحية تلتهب العدسة اللي تحت القرنية القزحية اللي هي العدسة اللي احنا نشوف بيها الشفاف اللي احنا نشوف بيه بيحصل فيه مية بيضة نتيجة وجود هذا الجسم الغريب اللي جوه العين إلى جانب تقطع قزحية يعني لما نيجي نشيلها نلاقي القزحية اللي تحت اللي هي كان لونها بني شكلها كويس ومستقيمة لا بقت متقطعة ومتهربدة لأنك ركبت عليها حاجة لم يتم دراستها بشكل كافي ولم يتم الاطمئنان منها طبعا في حالات بتعدي من الكرش بس لما يكون عندي 10 حالات منهم 5 تعدي وخمسة على شبه عمى دي مصيبة يعني مش بقول عليك ان هو ده بيبقى داخل العمى عندهم جلوكوما عندهم مية زرقاء ضغط العين بيرتفع منها عندهم قرنية بايظة عندهم مية بيضة بيتحول من شخص سليم ما عندوش أي مشكلة لشخص مريض ومحتاج علاج ومحتاج علاج يمكن مدى الحياة وقد يخسر بصره تهزيل العين نعم ليه احنا في الأمريكان أكاديمي أصرينا على التوعية يعني دي مشاكل ويعني حاجات كتير فيها مشاكل يعني الاول ما تستقر عمال دي على حاجات كان في مشاكل بس ما كناش بنوعي عليها احنا في الميديا مش مفروض مننا ان احنا نطلع وننبه لها في الميديا لان احنا هنا بنتكلم على حاجتين مهمين جدا اول حاجه ان الشخص ده سليم نعم الشخص عنده مرض وبالتالي لما يكون شخص سليم احنا بنقرب منه فاحنا بنكون حريصين جدا نوزن هل هيستفيد بالشكل الكافي ولا مش هيستفيد او هيكون في ضرر فانا ما بكونش شخص سليم حول شخص مريض دي مصيبه يعني الأسوأ من كده اللي احنا لقيناه وده اللي كان صادم لينا كدكاترة ان مع كل التحذيرات دي هي الناس برضه بتقبل عليها يعني بيطلع ممثل او بيطلع في حاجه لما تخش على النت ده بتكتب على كده كذا ممثل نعم للاسف نعم عاملها وعامل دعايه وعامل شركه عامله وتقول دي الناس دي نعم وللاسف هذه على الرغم نعم. من هذه التحذيرات طبعا في كم معقول بيتجنب وبيسمع كلامنا لكن في كم لا بأس به وده اللي كان غريب جدا بالنسبه لنا برضه بيروح وبيعمل العدسات دي جنون بان هو يغير شكل يعني لازم كده انتوا فاهم ان احنا لاني غامقه عايز يخليها فاتحه ولاني فاتحه عايز يخليها غامقه يعني سبحان الله نعم طبعا للاسف نعم انا اقول لحضرتك مثلا لما بيجالي واحده مثلا وعينيها بني طب هي سمراء وعينيها بني يا دوبك ماشيه فانا اقول لها طب انت عايزه تغير لون عينيك ليه؟ احنا بيجي لنا ويطلبوا مننا احنا الكلام ده طبعا الكلام ده ما بيتعملش عندنا لانه مش مقروف يعني فبالتالي مش مصرح لينا حتى نعمله ولا يمكن نفكر نعمله احنا ضده نعم لغايه ما يتم احنا مش ضده الى حين يعني احنا مش بنقول قد يكون في يوم من الايام الكلام اللي احنا بنقوله ده يتغير وتبقى تكنولوجيا ولكن في الوقت الحالي نعم في الوقت الحالي طبعا تحت ريسيرش هي بتدرس نعم احنا الناس ما وقفوهاش الناس ما قالوش انها والله دي الناس قالت بس ادي فرصه للريسيرش ياخد وقته لغايه ما تاخد الاف دي لما حاجه ما تتوافقش عليها الاف دي ايه يبقى اكيد في سبب نعم هو سبب مهم جدا يعني نعم تحت العيان نعم فالاقي العيان داخل اللي عندها عين بنيه طب انت عايزه دي تبقى اللي انا عايز عينيها خضراء عشان يبقى شكل مختلف ما بيني وبين الناس يعني انا كل الناس اللي من الجنريشن بتاعي كلهم عينيهم بني واسمهم بني لا انا عايز ابقى بني وخضراء طب في واحده شقره وعينيها خضراء او عسل او زرع نعم انا عايز اركب عدسه بني ولا انت عايز تركب عدسه بني ليه؟ يقول لي عشان يبقى عنده كونتراست ما بين وشي وما بين عينيا واحدة تانية تقول لا ده عشان كل اخواتي عينيهم بون بيضاء عسلي ما هي مش نعم يعني جسم الانسان ليس لوحة لحتى نغيره طبعا بعد الفاصل نتابع نعم بعد نعم لكن في ناس كتير للاسف الشديد كم لا بأس به للاسف مصر على هذا التغيير عشان كده طبعا هي طبعا دي اول مشكلة المشكلة الثانية لا بيتنا ان بعض الناس يعني مش عايز اقول لك 25% من الناس وده اللي كان يعني ده في الستادس في الدراسات بتاعتنا يعني كل 12 عيان عندهم مشكله 4 أو 5 منهم نقول لهم احنا ما عندناش حل لما يبقى في مشكله ان احنا نشيل العدسه دي انت لازم نعم. تشيلها وتبتدي تعالج المريض يقول لك لا انت عايز تشيلها نعم انت عايز ميه زرقاء نعم انا عايز اللون يعني سيدي انت عندك هيك هتروح
يعني خلينا نلحق شويه الفيتامين فيها، برضه مصر بيها. نعم، حتى العدسات المؤقته دكتور يعني ليست امنه تماما، وخصوصا ان يعني اشخاص باعمار نعم كثير يعني طبعا بدا الحساسيه تعمل التهاب لو استخدم استخدام سليم عادي ما تكونش عامل شيء. نعم، لكن اهم مليون مره طبعا من نعم، لكن فئات المرضى اللي عندهم مركبين العدسات اللي حاولنا ناخد منهم العدسات ونطلعها يقول لك لا خليها في عينيا نسيب لونها. فحسينا ان الناس في موضوع تغيير اللون عندهم جنون يفوق تخيلنا ويفوق اللي احنا كنا متوقعينه، عشان كده حسينا ان احنا ممكن نبقى اجريسيف او اكثر عنفا في التنبيه، لان الشخص طيب. بتاع الناس كان غير طبيعي بالنسبه لنا ان احنا نيجي نقول له احنا عايزين نشارك. انا بقول لحضرتك جات مريضه حط عدسه معاها واحده صاحبتها وما انتهاش، والعدسه مبهدلها، فقلت لها عدسه مبهدله عينيكي وعايزين نشيلها. صاحبتها قالت لي طب انا اروح احط عدسه غيره، يعني تنصحني بأنه مكان نروح انتح فيه عدسه عشان ما يحصلش نفس المشاكل اللي عندها. يعني شايفه صاحبتها عندها مشاكل وبرضه مصره على انها تروح تزرع، بس في الطبق كان تاني انا ريكومندنج يعني، وطبعا ما عنديش حاجه ريكومندنج جهاز، لكن هي ممكن تخش على النت وتلاقي ان المكان ده احنا بنعمل وبنسوي وكله بيبيع وخلاص يعني وتجاره يعني. فالموضوع فعلا نفسي بحت جدا، احنا لقينا الناس متمسكه بيه بشكل يفوق توقعنا، مستعدين للجهاز بشكل يفوق توقعنا كدكاتره تانيين، وبالتالي حسينا ان احنا قدرنا المفروض يبقى اكثر من احنا بنتكلم على بعضينا ونقول لك ان مشاكل، لا احنا بنطلع ننبه الناس اكثر من كده لعل وعسى ان هم يفهموا خطوره هذا الشيء، ونحن نقول ان انت عايز تلون اصبر شويه لغايه ما هي بتدرس، هي معموله في امريكا لها ابحاثها ولها سنتر معترف بيها ولها اماكن معترف بيها ولها الحالات اللي بتستخدم فيها، مش بتستخدم عموما على بطال، لغايه ما هي تتغير الماتيريال محتاجه تتعدل، طريقه تثبتها محتاجه تتعدل، الحجم بتاعها ما زال ما هوش ستاندر يعني مش عارفين حطها كبيره ولا صغيره، حطها ازاي تثبتها على الصباحيه، طريقه التثبيت نفسها مش بناخدها اللي بنيها جوه تثبت بصوره معينه بالطرق اللي بتستخدم ما هياش جيده فبيعيدوا تطوير. فهذا التطوير كله من الماتيريال لطريقه التثبيت للحجم لطريقه التلوين كلها بتاخد وقت طويل جدا عمال لما يظبط ان هو مش مؤذي، وبعدين وقتها ابقى الاول لكن اللي يوجد الاستعجال ان انا اغير من خلقتي او اغير من شكلي واجازف بعينيا وابقى بلايند يعني ما بشوفش بالعين، يعني ايه الفايده اللي بعد كده ممكن تجنيها يعني. نعم، طيب ماذا عن الأعمار دكتور؟ يعني الناس اللي راغبين هل هن في عمر البلوغ في سن المراهقة؟ معظمهم يعني من أول الثانية كده على 18 لغاية 30 أو 35 سنة. في ممثلين كتير جدا إن هم لهم صغيرة بيقولوا إن هم زرعوا عدسات، في بعضهم حتى عامل دعاية في الستينات يعني حاولوا يبانوا إن هم صغيرين شوية كممثلين يعني، مش بنعمل عن ممثلين بالذات يعني احنا كلام بنسمعه برضه مش عايز اجزم ان هم فعلا زارعين او لا، لكن على الميديا هم بيقولوا ان هم زارعين، لكن معظم اللي بيجي لنا احنا بيبقوا من ال 20 ل 40 يعني من 35. الطبقه الثانيه اللي هي بتبقى اكبر دي عاده بتبقى طبقه اللي هي الممثلين او الناس اللي هي على طول في المجالين وفي المجالات وبيحبوا دايما يعني عايزين دايما يبقوا اتراكتد يعني الكل بده يصير من المشاهير. نعم الكل بده يصير من المشاهير لكن من حيث المظهر فقط يعني وليس من حيث المضمون. طبعا بنتمنى دائما الاهتمام بالصحه وخصوصا في طبعا نعم. اي حاجه اشوفه بيعملها اروح اقلدها وامشي وراها واضحي بعينيا يعني، وبرضه قد تكون اشاعات يعني ممكن يكون هو بتاع الاسطى نعم يعني احنا ما نعرفش من كتر البيزنس ده هو بيدخل فلوس الشخص اللي بيعمله دعايه وبيروج له بيستخدم كل حاجه سواء كانت شريفه او غير شريفه، فانت مش ينفع ان انت تاخد بعضك وتمشي وراه، انت المفروض تمشي وراه اللي بيقوله العلم مش من فلان قال او يعني فلان يقول لي ده سمعني من غيرك، احنا بنتكلمك علميا ووضوح شديد جدا ان احنا لغايه المؤتمر اللي فات اللي هو من حوالي شهر الامريكان اكاديمي في امريكا في اكبر دكاتره في العالم كل الناس حذرت منها وقالت ان احنا ما زلنا في مرحله التجربه وعلى حالات معينه وفي مراكز معينه وحتى يثبت هذا الشيء، فاحنا مطلوب ان احنا نوقف هذا الزحف اللي عمال يحصل للاسف احنا كنا مطنشين ومتخيلين ان هو ممكن نوقف، لكن احنا النادي يزيد وعمال يزيد ويزيد ويتدايق والمراكز عماله تزود وعماله تروج بشكل كل ده زحف من البيضة زي العكس، دي مختلفه تماما ده موضوع ثاني مختلف تماما. نعم فلان الموضوع من كتر ما هو بيزيد وبيستفحل من مكان لمكان، حتى انا عندي نظريه بيجي لي مرضى بنشوفهم احنا بقينا مصدومين، فمن كتر ما احنا بقينا مصدومين بقى مطلوب ان احنا لا نحاول نوقف الكلام ده لان فعلا مضر بالحق 50% من الحالات اللي مش بتكلم على 5 من 10 50% ده في الطب رقم كبير جدا، احنا 1% في الطب مش مرفوض بالكامل. نعم خد بالك ب 50% من الناس اللي زرعوا عندهم مشاكل، وللاسف حتى الاماكن اللي هم بيتزرع فيها ما بتسجلش الكلام ده لان كلها بره الاماكن المحترمه اللي بتعمل ريسيرش يعني. نعم فحتى ما بيديناش الارقام الحقيقيه
للعيانين اللي عندهم مشاكل، هو دايما بيغطي عليها ويقول العيان. وبعدين طبعا خلي بالك حضرتك برضه من العيان اللي راح زرع في الهند ولا زرع في اي حاجه، والعيان زي ما عنده مشكله ما بيعرفش يرجع تاني يتابع هناك، فتلاقيه برضه يا دوب زرع له ومشاه، وهو جه هنا بقى ايه غرقان في مشاكله وخلاص. فالموضوع ما هوش ماشي باي شكل غير ان هو بزنس، وبزنس للاسف سيء سيء سيء. نعم، وطبعا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وايضا المشاهير وايضا طبعاً لاجراء طبعاً مثل هذه الزراعه، زراعه العدسات التجميليه في يعني دول معينه، وطبعا يحاولون استقطاب من هم صغار في السن. وايضا مثلا 5000 دولار 7000 دولار غير عدد ما تكلفش كمان فاضي، يعني ما تاخدش من 10 دقائق يتم من الترجي، يعني 10 دقائق بس بشويه كمان فاضي وراح اخد 7000 دولار. طبعا فيها مكسب عالي جدا جدا قصاد المصاريف ما فيش، بس العيان هو اللي متضرر، يعني العيان هو اللي متضرر. احنا بنحكمنا دايما في اي حاجه كده، زي ما حضرتك عارف كويس مع صداقه في كل الاطباء، احنا بنحكمنا الريسيرش بيحكمنا العلم اخر خالص. احنا اي برودكت بنستخدمه، يعني احنا انا مفيش برودكت او اله او جهاز بيخش عندنا في دبي او في اي مكان محترم الا ما يكون معدي من الاف دي ابروفال، لان المرجعيه بتاعتنا في استخداماتنا لاي حاجه يعني. واحنا اتعلمنا ان لو الاف دي ابروفال الاف دي مش موافقه يبقى في مشكلة، في مشاكل. نعم، وطبعا حينما يكون هناك مثل ما ذكرت المزيد من الدراسات وأيضا هذه الأدوات أو هذه التقنيات والأجهزة موافق عليها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وحتى أيضا الأوروبية، فهذا يعني أنها آمنة على نعم. بقى خلاص هي احنا دخلنا في مرحلة، وحتى بعد كده ساعات تظهر مشاكل ويسحبوا الدواء، بس نعم يعني احنا مطمنين ان احنا المرحلة الخطر ما هيش موجودة، يعني في حاجة يعني هيبقى بسيطة ونقدر نتجاوزها، يعني مشاكل بسيطة. لكن لازم من وزارة الغذاء والأدوية، من وزارة الغذاء والأدوية حتى اللي في أوروبا اللي هو الـ EC، دول مهمين جدا جدا في تعاملنا مع أي شيء تحقيق يعني. نعم، نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. ضيفنا الدكتور أسامة عبد الحكيم، دكتورة في طب وجراحة العيون، اختصاصي طب عيون الأطفال بمستشفى المغربي للعيون في مدينة دبي الطبية. طيب دكتور، في الدقائق المتبقية أيضا بالنسبة للعدسات التجميلية التي تستخدم بشكل مؤقت وبشكل حتى يعني لا أعتقد أن كل من يستخدمها، لا أعتقد يعني هذا رأيي الشخصي، بأنه يلتزم بمعايير السلامة دكتور، حتى هذه العدسات هل لها تأثيرات؟ طبعاً. طبعاً يعني هو طبعاً احنا بنشوف مع الأسف حساسية شديدة بتكون من جوه والتهابات، والمريض بيبقى بيعاني وإفرازات يعني مع سوء الاستخدام، لكن لو بتستخدم بشكل جيد يعني ما بيكونش معنا مشاكل. احنا الشكل الجيد اللي بننصح بيه، اول حاجه ان انا الحق البيت، يعني ملوش اي معنى ان انا انام، لان لما بننام القرنيه او الجزء الشفاف اللي عدسه منه ده بيتنفس من الجفن، ما عندوش حته تنفس منها. لما بحط عدسه ما بين الجفن وما بين العين فكده انا قللت التغذيه وقللت التنفس، فتبتدي يبقى عندي مشاكل سواء للجفن او للقرن. فاول حاجه لازم نقلع العدسه ساعه ما ننام، اللي هم 5-6 ساعات ان احنا ننامهم، ندي فرصه للعين انها تتنفس وتلتقط انفاسها. يعني الحاجه الثانيه طبعا ان انا دايما انظف العدسه بتاعتي، يعني لما بيبقى في محاليل تنظيف بننصح لو كل اسبوع، بيبقى زي بروتين ريموفر اللي هو بيحصل ان العدسه وهي في العين بتبتدي يحصل لها ترسبات دهنيه، والترسبات دي هي اللي بتيجي تعمل مشاكل. لو انا كل يوم خميس او جمعه جبت المحلول ده هون ونضفت العدسه وشطفتها ورحت لابسها، يبقى في الحاله دي انا دايما بحط حاجه جوانيه انا انطمن انها نظيفه وانها ما فيهاش عليها بروتينات اللي هي تاذي العين وهكذا يعني. الحاجه الثالثه طبعا ان انا اغير العدسه في، يعني احنا بنفضل جدا في اليوميه هتبقى في الملونه مش موجوده كتير، لكن على الاقل اللي هي كل شهر مثلا بتتغير، بيبقى 3 عدسات على 3 شهور، كل شهر العدسه تتقني خالص ونلبس واحده جديده، تتقني خالص ونلبس واحده جديده. يعني ال3 حاجات دي مهمين جدا، تنظيف العدسه اسبوعيا، اول حاجه قلعها كل يوم بالليل وبعدين تنظيفها كل اسبوع وبعدين رميها كل شهر ولبس عدسه جديده، بحيث ان دايما اطمن ان الحاجه اللي انا حاطها في العين ما هيش شايله ميكروبات، ما هيش شايله بروتينات، ما هيش شايله حاجات سيئه. الحاجه الاخيره ناخدها من اماكن محترمه شويه، يعني بلاش بيوت الازياء وبلاش المصباحات وبلاش الحاجات دي، لان احنا طبعا احنا عندنا غزو رهيب جدا
لحاجات تقليد من الصين. بأمانة شفنا حاجات كتير جدا عليها علامات ماركات تجارية هي مش تبع الماركات التجارية دي خالص. فاحنا بننصح يعني مش مشكلة خالص انك تاخد من مراكز النظارات, بس مراكز النظارات المحترمة او من المستشفيات, لكن من الاطباءات ومراكز التكميل جوتي سنترز والحاجات دي لا ما بنصحش خالص خالص خالص, لان احنا فعلا ما بنعرفش نميز بين الحاجة الكويسة والحاجة مش كويسة وقتها بسهولة. وللأسف يعني فعلا انا شفت بنفسي عدسات برخص التراب وهي مكتوب عليها كل حاجه عليها بتدل على ان هي نفس انها اصليه يعني دار اللي من كده. نعم طبعا دي اللي هياخدها يعني الاماكن اللي هي مش مكشوفه قوي, لكن محلات النظارات اللي هي كويسه محترمه او المستشفيات طبعا ما بيلاقوش الكلام ده, ما بيلاقوش دي. نعم يفضل حتى من المراكز الطبيه ويعني العيادات وهذا اضمن وافضل طبعا. بعض الناس بيبقوا مستعجلين ومش عايزين يروحوا, انا مش بنقول حاجه, لكن لو في مركز المغربي مثلا البصريات طبعا عايزاكم انا متطمنه, المراكز الثانيه يمكن انا مش عارف بيها اكيد عندكم, لكن انا سامع عارف انكم مغربي البصريات اكيد ما بيجيبوش اي حاجه من الاوريجينال بتاعها او من المراكز الاصليه بتاعتها, يعني ما فيش شك في كده بالنسبه لي. نعم هي الاربع نقط المهمه. نعم ونتمنى طبعا الاهتمام بصحة وسلامة العين وأيضا الانتباه لعيون أطفالنا وأيضا الفتيات والشباب اللي طبعا حتى في قسم منهم يستخدمون مثل هذه العدسات, نتكلم طبعا عن العدسات اللاصقة وليس فقط عن العدسات التي تزرع للتجميل, حتى العدسات اللاصقة التجميلية, ومنهم من دكتور من يعني يبقي هذه العدسات حتى لفترة زمنية طويلة بمعنى ينام وتبقى في العين وهذا أيضا لا يجوز. طبعا ما نمشي بيها وغيرها كل شهر يرميها وحط واحدة جديدة وهكذا. نعم كل الشكر للدكتور أسامة عبد الحكيم, دكتوره في طب وجراحة العيون اختصاصي طب العيون عيون الأطفال في مستشفى المغربي للعيون في مدينة دبي الطبية. دكتور أسامة شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور بسام ودائما نشوفك على خير في دبي. شكرا جزيلا. شكرا.